معظم النساء كيلقاو صعوبه في تنسيق الفساتين الواسعه والفضفضه في اطلالاتهم اليوميه. هادشي علاش كنقترحوا عليك سيدتي في هذا الفيديو افكار لتنسيقها لاطلاله انيقه ودارجه على الموضه. ونبداو بالحزام اللي ما خصكش تخلى عليه مع الفساتين الفضفضه. فاختيارك فستان فضفاض ما كيعنيش انك تجعليه من حياه جسمك كتختفي اسفل منه، ولكن يمكن لك تبرزيها بشكل جميل وانيق، فتحديد الخصر ديالك كيجعل قوامك كيظهر بشكل افضل. يمكن لك ايضا تغيري مكان الحزام حسب الرغبه ديالك، فيمكن لك توضعيه في منطقه الخصر العالي او للخصر المعتاد او عند سرة البطن. الا كان عندك سيدتي فستان فضفاض وما بغيتيش تلبسيه بوحدو كتبحثي على قطعه اخرى لتنسيقها معه، فيمكن لك ترتدي الفستان الفضفاض مع الجاكيت الجينز او الجلد، وهكذا غادي تحصلي على مظهر مختلف خلال لحظات. اما الا كنتي كتبحثي سيدتي على اطلاله غير تقليديه بالفستان الفضفاض، فيمكن لك تختاري الفستان الفضفاض بالاكمام المنفوخه او الاكمام منسدله لكتظهر اكتافك بشكل جذاب. ايضا يمكن لك اختيار فستان مع بعض الكشكشه لاطلاله اكثر اناقه. بزاف ديال النساء كيتسائلوا كيفاش يحصلوا على اطلاله مناسبه للعمل بالفساتين الفضفاضه. فشكون اللي قال لك سيدتي ما يمكنش لك الحصول على اطلاله مناسبه للعمل بالفساتين الفضفاضه؟ الامر فقط كيحتاج الى قطعه واحده وغادي تغير اطلالتك بالكامل. بالطبع هنا كنتحدثوا على البليزر، فهو بالامكان ديالو انه يجعل اي اطلاله مهما كانت كتناسب العمل. اختاري البليزر بلون كيتماشى مع فستانك وكملي اطلالتك بحذاء بكعب عالي وحقيبه مناسبه. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.